بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم في قناتي، أتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. اليوم إن شاء الله عندي لكم غراتان السلق بالبطاطا في الفرن، يجي بزاف بنين. تابعوا الفيديو للأخير. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت هنا ربطة تاع سلق وحطيتها في الماء وننفضها مليح، راح تشوفوا الطريقة معايا كيفاش نغسل السلق. راح ننفضو مليح بهذه الطريقة، ننفض باش الأتربة والحشرات اللي فيه كامل تطيح. من بعد ما نغسلو 4 مرات راح نخليه في الأخير مع شوية تاع خل، نخليه دقيقتين ومن بعد نحيه ونخليه ينشف من الماء. هنايا راح نقص السلق، انا متعوده نقصه بالمقص، تجي طريقه سهله وسريعه ايضا، ولكن راح نديره معاكم بالسكينه او الموس، لانه ساعات يكون المقص مش متوفر، ومن الاحسن انكم تحطوا في المطبخ تاعكم ديما مقص خاص بالطبق. راح نقصه بهذه الطريقه قطع صغيره. ما يهمش القصان تاعو لانه من بعد راح يذبال، وراح نزيد نعاود نعبز عليه ونقلبو كيما الحميص. هنايا في مقله او كسرونه راح نحطو على نار قليله ونخليه يذبال في ماء. من بعد ما يذبال ضفت عليه قرن تاع فلفل حلو، تقدري هنايا تضيفي الحار ونخليه حتى يذبال كامل. ومن جهه اخرى راني قزمت البطاطا الى مربعات وحطيتها نقليها. من بعد ما ذبل راح نعبز عليه بهذه الطريقه او نضغط عليه، كل واحد وكيفاش. المهم هذا السلق نقلبوه كيما الحميص. انا هذه طريقتي اللي نطيب بها السلق ويجي بنين بزاف بزاف. ومن الأحسن هنا تستعملوا الملعقة الخشبية. من بعد ما كنت نرص عليه، عفوا كنت نضغط عليه، نحاول أني نقص أو ما لقيتش التعبير. المهم نحاول تزيد نقص هذيك القطع الكبيرة ونقلبها كيما بعضها، نقلبو كيما قلت لكم، نقلبو كيما الحميص. ومن بعد زيد نعبس عليه بهذه الطريقة ونضغط عليه مليح باش هكا يجيني كامل كيما بعضها. الطريقه هذه تجي مليحه بزاف في السلق. وراح نجيب باقي المكونات اللي راح نضيفها للسلق. عندي بصله، عندي 4 فصوص ثوم، عندي حبه تاع طماطم رابيه، عندي المعدنوس، وعندي بقايا الدجاج. هنا الدجاج تقدري تستغني عليه، انا متعوده نديرو بلا دجاج. وراح نضيف رشه ملح، متكثرش الملح لانه السلق ما يحبش الملح. وراح نضيف له فلفل كحل وفلفل راس الحانوت، وايضا تقدري تضيفي الكزبر، زنجبيل، التوابل اللي عندك. ومن بعد ما دبال بهذا الشكل راح نضيف عليهم كاس تاع ماء. هنايا لازم يكون السلق هنا يكون شويه جاري بهذا الشكل. وعندي راح نضيف عليه نصف فنجان تاع زيت الزيتون، حوالي 4 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون. وكنت عندي 3 بيض راح نحيهم على النار ونخلط معاه البيض ونضيف عليه البطاطا. هنايا البيض حسب حجم البيض، المهم تضيفي البيض وتشوفي حتى تحصلي على قوام يكون جاري كيما مراكي تشاهدي معايا. ان شاء الله نكون باك الفيديو هذا يكون واضح للمشاهدين. هذه المكونات يكونوا في بلا اللي يهزهم وما يكونش في بلا كبير. من فوق راح نزين بالجبن ونحطه في الفرن يتماسك فقط لانه كلش طايب. هنا بعد ما خرجته من الفرن نتمنى انه يكون هذا الكراتان يكون عجبكم والطريقه تكون واضحه، واكيد راح يعجبكم لانه صحي وايضا بنين بزاف بزاف.
وطريقة سهلة وبسيطة، ونبقى لي غير نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.